لو قال قائل: ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وضح أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يقرأ على نفسه لما اشتد به وجع، كان يقرأ بالآيات التي ذكرت فيها كلمة السكينة، وذكر رحمه الله أن السكينة ذكرت في كتاب الله عز وجل في 6 مواضع، وقال: قد قرأت هذه الآيات فوجدت راحة. وكذلك ما ينقله رحمه الله في زاد المعاد في القراءة على من تعسرت ولادتها أو من به رعاف، أو ما ذكره بعض العلماء كالقرطبي رحمه الله. وهذه الآيات التي خصصت من قبل هؤلاء العلماء، هل هي دليل لمن في هذا العصر أن يقول مجزئا للقرآن: هذه آيات السكينة، هذه آيات للذكر والأنثى، هذه آيات للعقم، هذه آيات للجلطة؟ فالجواب عن هذا أن ما ذكر عن هؤلاء العلماء ولهم قدرهم ومكانتهم لا تدل على ما ذهب إليه من ذهب في هذا الزمن من الرقى، لأمور: أولا أنه لم يثبت نص شرعي في وصف هذه الآيات من أنها بهذه الأسماء، فأين الدليل على ما ذكر؟ ونحن مطالبون بالدليل لمن أتى بشيء لم يكن مجمعا عليه عند السلف. ثانيا أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا تدل على ما ذهبوا إليه في هذا الزمن. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين قاعدة في الرقية، وهي الرقية الشرعية، ومن بين شروطها ألا يكون بها شرك. وليس في هذا الحديث ما يدل على تجزئة القرآن إلى آيات توصف بهذه الأوصاف وتسمى بهذه الأسماء. ثالثا أن هؤلاء العلماء لم يقولوا بتأثيرها دون غيرها، بل إنهم، وليس الكل وإنما هؤلاء أفراد رحمهم الله، بل إنهم قرأوا هذه الآيات على بعض الأمراض فنفعت في بعض الأحوال، ولم يكن هؤلاء رحمهم الله يجزئون القرآن على ما يفعل الآن. كيف؟ لأن من قرأ كلام هؤلاء في الرقية وجد أن معظم وأكثر ما تحدثوا عنه في فضل الرقية هي ما جاءت به الشريعة من قراءة الفاتحة. اقرأ كلام شيخ الإسلام، اقرأ كلام ابن القيم، اقرأ كلام القرطبي، وإنما هذه في بعض الأحوال ولم يكن هذا مشهورا، ولم يأمروا بذلك على وجه الشهرة، وإنما في بعض الحالات المعينة، فلا تتخذ ذريعة لتجزئة القرآن. رابعا أن تسمية آيات معينة تجمع باسم، تسمية لآيات القرآن بأسماء من قبل الناس، وهذا كلام الله عز وجل، فيكون في ذلك إقحام النفوس والآراء في كتاب الله عز وجل بما لم يأتي به الشرع، لأن هذا من التعبد، والعبادة في أصلها المنع والحظر، فلا يجوز أن يتعدى عليها. خامسا أنه مع هذا التوسع الحاصل أنه ربما أنه يظن أن مثل هذه الآيات هي التي فقط تكون للشفاء من هذا المرض، ولا تكون شفاء لما سوى ذلك، وهذا مخالف لكتاب الله من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إذن هو شفاء بجميع آياته. الوجه الثاني أنه على هذا الفعل يترتب عليه أن تنسى فضائل السور والآيات التي حث الشرع حثا مخصصا لقراءتها على الأمراض، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكرت الفاتحة قال: وما يدريك أنها رقية، يعني شاملة. سادسا أن المسلم إذا أراد أن يسلم عليه أن يسير حيث ما جاء به الشرع، والشرع لم يأتي مثل هذه حسب ما نعلم بهذا التوسع، وإنما في نصوص معينة، وألا يجعل المسلم نفسه في هذا الزمن مرتبطا ببعض الحالات التي من بعض هؤلاء العلماء ولم تكن بهذا التوسع، وإنما في نطاق معين وفي حدود معينة، وليس عليها دليل واضح وصريح، وإنما هم فعلوها من باب أنها أثرت، وليس معنى ذلك أنهم جعلوها وردا لهم
في كل رقية فيما يخص هذا المرض أو ذاك المرض أو ذاك المرض. ولذا فالأصل المنع والابتعاد، وليأخذ المسلم بما جاءت به النصوص الشرعية من قراءة القرآن على وجه العموم لأنه شفاء، ويحرص على ما أكدت الشريعة على قراءته في الرقية من سور ومن آيات. أما ما فعله هؤلاء العلماء فهذا ليس على وجه الاستمرار، ولم يشهروا ذلك، ولم يحرضوا الناس على ذلك، ولم يقولوا هذه مخصصة للطمأنينة أو هذه مخصصة للعقم أو ما شابه ذلك، كلا، وإنما قرأوا في مثل هذه الحالات فنفع الله بها باعتبار أنها آيات من القرآن، فنفع الله بها لهذا المرض. وليس معنى ذلك أنها لا تكون علاجا لأمراض أخرى، أو أن الآيات الأخرى ليست بنافعة في هذا، لا، لم يقولوا بهذا، بل كما أسلفت من تأمل كلامهم وجد أنهم يتحدثون عما جاءت به الشريعة من رقية، حث عليه، يتكلمون عنها بكلام واسع مستفيض جدا، بينما هذه لم يرد إلا في بعض الحالات كما أسلفت في نطاق معين. فالموفق هو الذي يسير حيث ما جاءت به الشريعة حتى يسلم له دينه. ولذلك بعضهم لما وقع في مثل ما وقع فيه إذا به يحدد في الصباح وفي المساء ويحدد أعدادا معينة، وإذا به، لأن هذه بوابة فدخل في البدعة، فإذا به يحدد أوقاتا معينة ويحدد لهذه الآيات التي خصصها، يحدد لها أعدادا معينة ويحدد لها أوقاتا معينة، وربما يرتب عليها فضلا أو أجرا أو عاقبة، وهذا ليس للناس. الدين هو ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أوحاه إليه عز وجل.